فيما يخص موضوع الشباب في البرامج التنموية الجهوية، أعتقد أنه المشاكل التي تترتبط الآن بالشباب هي مشاكل أكبر من مجالس منتخبة كانت جهوية أو محلية، لأنه الهوة والخصص اللي تعرفوا هذا الجانب ديال التنمية ديال الشباب، سواء ثقافية اجتماعية مجتمعية، هو واحد الخصص اللي هو كبير، خص برامج ديال الدولة على المستوى الحكومي تنتبه على أنه كاين واحد العدد كبير ديال الشباب اللي هما على الهامش، اللي الدولة ما لقاتهم ما صنفاتهمش، لا هما شباب تيتكون، ما هو شباب تيقرأ، ما هو شباب عامل، ما هو شباب مياوم، هو واحد الشباب اللي هو تائه داخل المجتمع وما عارفينوش اش يدير، وهذا هو القنبلة الموقوتة. إذن البرامج مهما كانت ديال المجالس المنتخبة ديال الجهات ديال الجماعات، ولا بد من واحد المواكبة قوية ديال الحكومة وديال الدولة باش نتداركوا الخصاص ونتداركوا ما فات في الزمن الماضي، لأنه المستقبل هو الدعامة هو الأساس ديال التنمية ديال المجتمعات.